السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. النهاردة هنشيت مع بعض أو هنعمل شات مع بعض على موضوع في غاية الأهمية ومنتشر انتشار شديد جدا في العيادات وفي العالم العربي وفي العالم عموما. انسداد مجرى التنفس أو توقف التنفس أثناء النوم. بيسموه بالإنجليزي Obstructive Sleep Apnea. الطبيعي إن الهواء بيدخل من الأنف والفم وإحنا نايمين بالليل وطول الـ 24 ساعة على الرئتين على طول عشان يمدها بالأكسجين عشان يروح الأكسجين النقي للدم ولجميع أعضاء الجسم. في حالة انسداد مجرى التنفس أثناء النوم المستمر والمزمن ممكن يؤدي إلى عواقب وخيمة، من ضمنها ارتفاع الضغط، السكر، الاكتئاب، و ضعف أو هبوط عضلة القلب. أهم أسباب انسداد مجرى التنفس أثناء النوم زيادة الوزن، يعني السمنة الشديدة، النوم على الظهر، دي ملحوظات اتلاحظت يعني إنها بتسببه، مشاكل الجيوب الأنفية ومشاكل تضخم اللوز واللحمية ومشاكل تانية ليها علاقة بالتدخين وسمك الرقبة، يعني كل ما الرقبة تبقى عريضة بيبقى فرصة انسداد مجرى التنفس أكتر. ولاحظوا إن الناس اللي عندها الفك السفلي أقصر من الفك العلوي، يعني الفك السفلي داخل لجوه أكتر من الفك العلوي، بتبقى عرضة أكتر للموضوع دوت. والناس اللي عندها لسان كبير أكبر من غيرها برضو بتبقى عرضة للموضوع بتاع انسداد مجرى التنفس أثناء النوم. تخيل ان التنفس بيقف تماما اثناء النوم، فدي حاجة طبعا بتخلي الانسان في حالة مش طبيعية، فبيصحى الصبح حاسس بالتعب بالارهاق، خمول، تقل في الراس، اكتئاب. عدم الكفاءة في شغله او في دراسته، صداع ما بيستجبش للمسكنات، لونه باهت، و مش مبسوط، مش مهتم بأي حاجة، ما عندوش رغبة أو ضعف في الرغبة الجنسية، وكل دوت من أعراض انسداد التنفس أو توقف التنفس أثناء النوم أو Obstructive Sleep Apnea. عشان نشخص حالة انسداد مجرى التنفس أثناء النوم لازم نتكلم مع المريض ونعرف هو بيشخر ولا لأ، عنده لوز ولا لأ، عنده لحمية ولا لأ، عنده التهابات في الجيوب الأنفية ولا لأ، هل عنده سمنة أو جسمه مليان قوي، قطر رقبته إيه، هنسأل الزوجة عن إذا كان متزوج أثناء الليل هل بيشخر ونفسه بيتقطع فعلا أثناء النوم ولا لا. وبعد كده في أجهزة بتتركب أثناء النوم للعيان 24 ساعة أو فترة معينة عشان ترصد مستوى الأكسجين في الدم ومستوى التنفس ومستوى عضلات الصدر وعضلات الجسم في الدم ومستوى ثاني أكسيد الكربون وتخطيط للقلب وتخطيط للمخ عشان نشوف كمية الحركة والنشاط أثناء النوم اللي بيعبر عن نسبة الأكسجين.
وبنعمل تحليل اسمه غازات الدم، وده بيتاخد من احد الشرايين في اليد، بيبين لنا مستوى الاكسجين والتشبع بيه في الدم، ومستوى ثاني اكسيد الكربون والتشبع بيه في الدم، ونسبة البيكربونات في الدم. هنعمل اشعة مقطعية على الجيوب الانفية وعلى الرقبة وعلى الاوعية الدموية ورنين مغناطيسي. هنعمل كشف كامل للاسنان وللفم والمنطقة سقف الحلق عشان نشوف فيها اي ترهلات ولا لا. هنوصل لموضوع العلاج بتاع انسداد مجرى التنفس اثناء النوم، واول خطوة لازم ننزل الوزن ونعالج الاسباب الرئيسية. اذا كان بيدخن نوقف التدخين، عنده التهاب في الجيوب الانفية نستخدم بخاخات انف، عنده التهاب في اللوز او في اللحمية نعالجهم، ولو منفعش يبقى الجراحة هي السبب او هي الحل. وبعد كده بنحط جهاز اسمه السي باب او جهاز البي باب، ودول بيخلوا دايما الاكسجين داخل بسهولة للجهاز التنفسي. قد نلجأ لعمليات تصليح لسقف الحلق اذا كان مترهل، او عمليات للجيوب الانفية، او عمليات استئصال اللوز، او عمليات تظبيط الفكين. نزلوا وزنكم يا جماعة، اللي بيدخن يبطل تدخين، حاولوا تناموا على جنبكم، ما تسمحوش للأوبستراكتيف سليب أبنيا او انسداد المجرى التنفسي اثناء النوم انه يؤثر على حياتكم. بتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل جرس، والسلام عليكم.